ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية افتتح الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة مدير المهرجان الأعمال الفنية التي يحتضنها المركز التجاري 06 بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين. أعمال فنية متنوعة تحتضنها إمارة الشارقة في مواقع متعددة تأتي ضمن مهرجان الفنون الإسلامية ليكون المركز التجاري 06 أحد تلك المواقع وتحديدا في ساحاته الخارجية ليلفت بذلك أنظار المرتادين نحو أعمال لاثنين من الفنانين الإماراتيين. السنة هذه أنا لي الشرف أني أنا أكون واحدة من الفنانين هذيلا العالميين أن نبرز أن في فنانين في مبدعين في الشارقة في دولة الإمارات. مشاركتي في المهرجان بجدارية إحساس حرف، الجدارية تعبر عن ثيم المهرجان تدرجات. إحساس حرف هو العمل الفني الذي شاركت به فاطمة الحمادي المتمثل بجدارية مستوحاة من تلال الصحراء المتناغمة والمتموجة وانعكاس أشعة الشمس الصفراء المتلألئة مع امتزاجها بتداخلات حروفية. أما العمل الآخر فقد تمثل برسم للفنان علي الكشواني يستعرض خلاله ملامح الوجه العربي ليرتبط عمله بشكل دائم بتراث المنطقة. اليوم أنا مقدم عمل اسمه أحياء في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية. العمل يتحدث عن تدرجات الشخصية العربية الإسلامية كمدارس فن. ثيمة المهرجان هذه السنة تدرجات، وكل فنان قدم تدرجات بشكل مختلف، أنا قدمتها على حسب مدارس الفن المختلفة. فعندنا نحن شكل تصوري للشخصية الإسلامية العربية اللي متعودين عليها اللي هي مبنية على فن المستشرقين. مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته 24 ركز على إشراك الفنان الإماراتي بشكل خاص إلى جانب الفنان العربي والعالمي لتواصل بذلك دائرة الثقافة مشروعها الثقافي والفني والحضاري. العديد من الأعمال الفنية بلمسات إبداعية وعصرية يقدمها مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته 24. لأخبار الدار مجد سويدي الشارقة.